تواصل الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية السادسة حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف السريع عن فيروس كوفيد-19، حيث تكفلت بتقديم الفحوصات الطبية اللازمة لسكان المناطق المعزولة والبدو الرحل على مستوى منطقة ترامزيا الحدودية بالولاية المنتدبة إنقزام. الدزار جرت نمزي لاسبركا ضاد البلاد من تنبغون انا دوس انا جانا السفر انهرتا بارك الله فيه بارك الله فيه مليح قا انا جانا السفر مليح الثاني اللي كان السبع وهذا بالك انا غير يقل مازال يغاو انا غير يقل بالك عاود يجي مازال بارك الله فيه درنا دوام مليح ان شاء الله بس انا غندو الجيش يوايس فلان يجي انا غيس فلان انا قندي على صداغة قال هو احنا نموت يمسينا تقديم مساعدة طبية لسكان المناطق النائية. نتواجد اليوم نحن افراد الجيش الوطني الشعبي بمنطقة تينامزي عين قزام للقيام بحملة تلقيح ضد الانفلونزا الموسمية لفائدة البدو والرحل بإشراف فريق طبي متنقل لمصالح الصحة العسكرية. القوافل الصحية للجيش الوطني الشعبي مستمرة للتكفل الطبي بسكان المناطق النائية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة بكل من دوار تالوت ودوار تازلية ببلدية عين أزال ولاية سطيف. تنظم هذه القافلة الطبية لفائدة سكان المناطق النائية بإقليم القطاع العسكري سطيف، حيث يقوم الطاقم الطبي بإجراء فحوصات وتحاليل الكشف السريع عن فيروس كوفيد-19 وتحسيس المواطنين بالإجراءات الوقائية لتفادي انتشار هذا الفيروس، كما استفاد المواطنون من عملية تلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية. تضغر نخال الجيش ربي يكون معهم ربي يهنيهم رجاو داروا لهم لي فاكسا يعني راه لاباس رحمه ربي تبارك الله فيهم ربي يقدرهم راه داروا بهم دار يعني يعطيهم الصحه. الحمله الانسانيه المتواصله تشمل مختلف النواحي العسكريه وتهدف الى مد يد العون والمساعده للمواطنين والوقوف الدائم الى جانب سكان المناطق المعزوله في كل الظروف.